افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة معرض المنتجات العمانية البحرينية والذي أقيم بمجمع السيف بالعاصمة من خلال التنسيق المتواصل بين سفارتي أو بين البلدين وسفارة البحرين في سلطنة عمان وسفارة سلطنة عمان في مملكة البحرين. نعم، معرض المنتجات العمانية البحرينية افتتح بمشاركة عدد من رواد الأعمال البحرينيين والعمانيين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تأكيدا على أواصر التعاون بين البلدين. من سلطنة عمان، ذلك البلد الذي عرف شعبه بفن صناعة الحلوى والبخور والعطور وإنتاج اللبان، إلى مملكة البحرين وما تحمله من تاريخ وإرث حضاري، ليمتزج العبق العماني والبحريني في معرض يأخذ الزائرين بأريج يكمن سره في أيد أبدعت وأتقنت صناعته منذ أن عرف الإنسان البحريني والعماني صناعة العطور والبخور. المعرض انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتي أرساها الآباء والأجداد منذ عقود من الزمن، وأيضا يأتي تنفيذا لمخرجات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة والتي أكدت على أهمية تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في مختلف المجالات ومنها في مجال سياحة المعارض. الهدف من هذا المعرض ان احنا نخلق جو ما بين صغار التجار ورواد الاعمال البحرينيين والعمانيين، انهم عندهم فرصه ان يعرضون منتجاتهم وبضائعهم في سوق البحرين وبوجود بحرينيين معاهم بنفس المنتجات اللي هم يعرضونها. يجمع المعرض مجموعة من المنتجات متمثلة بالحلوى العمانية واللبان العماني والبخور والملابس، إلى جانب الحرف اليدوية العمانية التي تعكس تاريخ وتراث سلطنة عمان الشقيقة. يعني هالعمان احنا أهل وياهم، ولكن عززنا هالعلاقات الطيبة وعلاقة الأهل والجيرة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وإن شاء الله العشرة الطول. ما شاء الله السوق البحريني سوق نشط، والشعب البحريني يحب جدا المنتجات العمانية. طبعا احنا شاركنا بالعطور كذلك اللبان. عندي 20 منتج من البهارات تقريبا، اكثر منتج يروح عندي هو خلطة الكرك. عندنا العسل، عندنا انواع طبعا كثيرة في العسل اللي هو عسل السدر، وعندنا عسل السمر، وعندنا عسل الجبل اللي هو البطويق. نشكر البحرين على استضافتهم لمؤسسة أطياب الملاك والمؤسسات العمانية في هذا المعرض. ما يميز أطياب الملاك عن الشركات الأخرى عطر قابوس السلام. عرض المنتجات العمانية البحرينية هو حدث مميز لإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية واستثمار مشاريع وطنية واقتصادية ومشتركة لخدمة البلدين الشقيقين. معرض المنتجات البحرينية العمانية يأتي لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، حيث يشارك في المعرض عدد من رواد الأعمال البحرينيين والعمانيين بمنتجات تحمل رونقا خاص تنفرد به. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.